للدخول للأماكن الضيقة، سواء ممر ضيق أو مسار ضيق، يمينك سيارات أو يسارك سيارات أو أي جسم ثابت. اعتمدوا دائما يا بنات نص الطبلون، شوفوا نص الطبلون سيارتي يماشي الرصيف، سواء عاد رصيف أو أي جسم ثابت أيا كان يا بنات. وعن يسارك اعتمدي زاوية القزازة الأمامية اللي على اليسار، شوفوا تماشي الصبة كذا بإذن الله يا بنات، ما راح تحكين لا على اليسار ولا على اليمين بأي جسم ثابت. زيادة في التأكيد عشان تطمئنين، عندك المرايات الجانبية، شوف المراية اليسرى بعيدة عن الصبة، وعندك المراية الجانبية اليمنى بعدي عن الرصيب أو أي جسم ثابت أيا كان يا بنات. كذا بإذن الله راح تكونين قيادتك آمنة. لكن يا بنات مع الممارسة اليومية ومع تقدمك في القيادة راح يكون هذا شيء بديهي، ما راح تحتاجين أبدا من اللي أنا ذكرته. حفظ الله الجميع وسلامتكم.